السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، مشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tous les nouveaux venus. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, cliquez la cloche, likez surtout. Merci beaucoup. اليوم أعزائي راح نديرو مسمن، مسمنات هايلين، يجيو خفاف خفاف ومقرمشين وحمر، يعني روعة لشرب القهوة أو الحليب في الصباح، روعة. أنا درتهم تكلوا في ثواني، يعني العجينة سهلة. أنا الفيديو تاع العجينة وراحلي، نعطيكم المقادير في صندوق الوصف. Voilà la pâte. J'ai fait une pâte, je l'ai laissée reposer. La vidéo de la pâte, elle s'est effacée. Elle est simple. Vous trouverez les ingrédients dans la boîte à ingrédients. Inch'Allah, le maqadir de l'ajina, tu trouves dans le sandouk le wasf. Il y a le tahin, يعني الفارينه. وبعدين لما ترتاح هذيك العجينه ساعه او ساعتين نولي نديرها حبات عفوا، ونلوزها كما نقولو حنا، ونخليها تزيد ترتاح مدة باش تولي نقدر نطلقها. وعندي زيت وزبدة ذائبة، وهي الزيت نحل بها وبعدين نرش بالزبدة. وعندي دقيق يعني سميد رطب، لا سومول فين، جي لا سومول فين، دو بار اي دو لويل بوغ ابلاتير لي مسمن. ان تري بون سمن، il est très léger, feuilleté, croustillant. وهذا المسمن يجي مورق هايل، جربوه ما تستغناوش عليه. يعني هذه الوصفة يعني صدقوني درتها عندي مدة، اليوم وين كتب ربي يعني نسجلها ونحطها لكم. هنا عندي كمية من الزيت، بعدين لما تفوت 20 دقيقة أو أكثر نبدأ نهبط في هذوك الحبات تاوعي، اللوزات تاوعي، نرققهم جيدا بعدين باش نشكلهم. فوالا جابلاتي ما بات بو ا بو، بيان سور ال ايت الاستيك. وهلا عجينة يجيكم كيما نقولوا الاستيك، راكم تحب الوقت باش تهبطوها جيدا، يعني تهبطو هي تولي، تهبطو تولي، لكن بعدين النتيجة تجي رائعة، يعني وحاجة سهلة واقتصادية. وأنا درت وصفتي تاني تاع المدوكة، احنا نديروها هنايا في منطقة الأوراس، ونديرو بها رفيس إن شاء الله. راني مصورة المدوكة في الأيام القادمة، نزيد نحطها لكم. هنا هاني رققتها خلاص جيدا، بعدين نرش بالزبدة بشوية السميد هذاك الرطب، يعني هنا نسيت ان نرش السميد. وبعدين هاو طريقة يعني كيف نطبقها هكذا باش بعدين تجيني مورقة لداخل جيدا. هاي الطريقة، وتقدروا تديروهم اكبر من هكذا. انا بما ان عندي حفاده تاوعين نحب نديرهم، درتهم صغار بيان سور. ابلاتيسي بيان jusqu'à ce que la pâte soit très fine et vous faites comme je l'ai fait, le pliage, beurré et saupoudré de semoule fine. La première, j'ai oublié de saupoudrer.
Essayez-les, c'est un vrai délice, surtout pour l'après-midi ou le matin pour le petit déjeuner avec le lait. Moi, j'adore ce genre de semaine et pour avec le lait. Voilà, je beurre et je saupoudre de semoule fine, très fine. Puis je plie de cette façon. Puis je beurre aussi et je saupoudre un petit peu, pas trop. Et je plie encore. Et je les termine toutes. Et je commence avec la première. Parce que c'est la première qui a bien reposé. هنا بعد ما نكملهم اكل نولي نبدا بالاولى اللي درتها لانها هي الاولى اللي ارتاحت ونطيبهم في مقلاه او طاجين نتاع الشخشوخه كما نقول هنا يتحمروا جيدا. النتيجه راهي رائعه ومعظم الناس يحبوا هذا النوع تاع المسمن. يعني في الجزائر احنا نديروا المسمن تاع الدقيق ونديروا هذا المسمن بالفارينه يجي روعه. جربوها ما تندموش. هنا حمروها جيدا وهي تتكل سخنه وبالصحه والراحه في وصفه اخرى من وصفاتي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. A bientôt mes chers abonnés dans d'autres réalisations. وفي أمان الله لا تنسوني بالدعاء.